استشهد سبعة جنود وجرح ثمانية آخرين من عناصر القوات المسلحة الجنوبية الجمعة إثر هجوم إرهابي بمحافظة أبيان بانفجار عبوة ناسفة وذكرت مصادر محلية أن خمسة عشر جندي من منتسبي اللواء الرابع مشاة سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية في طريق وادي عمران بمديرية موديا بمحافظة أبيان واشارت المصادر الى ان القتيلين من ابناء مديريه الازارق واثنين اخرين من ابناء منطقه لصات وقتيل من ابناء مديريه حجافه بالاضافه الى قتيلين من ابناء عدن